السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية الفيديو ده حابب اقول لك بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله والله اكبر، علشان محدش يقول لي بتحسد على اللي انا هقوله في دبابة الاهلي الجديدة، او الرجل الاخضر اللي الاهلي جابه ما شاء الله، او النخلة اللي الاهلي جابها. في حاجة غريبة يعني، لاعب ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم، يعني على المواصفات اللي احنا قريناها عنه، وعلى الاهداف اللي شفناها ليه، وعلى الملخصات اللي شفناها ليه، وارقامه اللي اتعملت كلاعب صغير، يعني لا، لاعب ليه مستقبل كبير ولاعب ممتاز ارقام. ولكن حاولت اجمع لكم عنه تفاصيل كتيره، ودخلت على مواقع انجليزيه ومواقع اجنبيه علشان اجيب لكم عنه تفاصيل. اللاعب اليو كده، الاهلي بقى فيه اتنين اليو، اللاعب الدبابه الرجل الاخضر العملاق اليو بادجي. بص يا باشا، مبدئيا كده قبل اي حاجه احب اقول لك ان اليو بادجي الاهلي خلاص يعتبر رسميا مضى معاه 4 سنين ونص. هو لاعب سنغالي الجنسيه، لاعب عنده 22 سنه، طوله 190 سنتي ما شاء الله، يعني اقول لك ايه، هو 10 سنتي يبقى مترين. فده طبعا هو بيلعب العاب الهواء، هو مش هينط، هو واقف كده الكوره تجيله فاهم، يحط دماغه بس كده يعني رب والله ربنا يكون في عون المدافعين. يعني تخيل مثلا في التمرينه بتاعت النادي الاهلي، ايمن اشرف ماسك اليو بادجي ده، يعني اللي هو ايمن اشرف هيجيله عند كوعه، اللي هو النبي خدني معاك. فمبدئيا قبل ما نخش في التفاصيل الكتيره قوي دي بتاعت اليو بادجي وارقامه، استاذنك تنزل تعمل لنا لايك على الحلقه، وتشترك في القناه، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومستني تعليقك على صفقه الاهلي الجديده. مهاجم الاهلي القادم اليو بادجي. اليو بادجي بيلعب في رابط فيينا، نادي نمساوي معروف في في يعني الدوري النمساوي، نادي خد بطولات قبل كده طبعا، ونادي بينافس ريد بول سالزبورج النادي النمساوي المعروف، وايضا نادي تقريبا اتاسس سنه 1890، يعني نادي برضه ليه تاريخ وعريق، فمش نادي صغير او نادي قليل، لان في ناس قللت من النادي، لا هو مش نادي صغير ولا نادي قليل خالص. يمكن هو الاهلي جابه ب 2 مليون يورو وعلى اقساط لمده سنه ونص، فدي صفقه يعني جامده كنافه بجد والله. انت 2 مليون يورو ومش كاش، يعني انت كنت بتحاول تخلص فيه لاعب لوزيرن اللي هو بليسنج اليكي، كان عايزين 3 يورو وكاش، ده 2 مليون يورو واقساط لمده عام ونصف. ايضا هو هياخد 700 الف يورو كل موسم، وهتزيد 700 الف يورو في اول موسم، وكل موسم هتزيد 50 الف يورو، فيبقى 700 750 800 وهكذا. يعني عنده 22 سنه، بيلعب مع منتخب السنغال تحت 20 سنه، لعب مع منتخب السنغال في بطولتي افريقيا، وفي مونديال كاس العالم للانديه 2017 للشباب، ولعب لغايه دلوقتي مع النادي بتاعه 16 ماتش في الموسم ده، وجاب 3 جوان وصنع هدف. ولكن هقول لك ليه برضو هو ليه مقل في الاهداف ومقل في الحاجات دي في بعض الارقام اللي هنتكلم عنها. لعب مع المنتخب 9 مباريات وجاب هدف واحد، وطلعوا مركز تاني في افريقيا، كانوا وصيف. ايضا لعب اساسي في كاس العالم مع المنتخب في ال4 مباريات اللي لعبهم منتخب السنغال للشباب. وايضا يعني لو عايز اقول لك الانديه اللي هو بدا فيها، وبدا اولا في نادي سنغالي اسمه كازا سبورتس، بعد كده اتنقل ل بص الاسامي ايه رخمه شويه بس خليك معايا يعني استحملني، نادي ريد جور جاردن، ده نادي سويدي سنه 2017. ولعب اول حاجه لما راح نادي ريد جور جاردن او جور جاردن، ده بقى جور جاردن، ريد جور جاردن السويدي، لعب مع فريق الشباب، لعب 16 مباراه، سجل 12 هدف وصنع 3، ولعب في الفريق الاساسي 54 مباراه، سجل 15 هدف وصنع 4. وبعد كده انتقل في فبراير 2019 لنادي رابط فيينا النمساوي، ولعب 16 مباراه زي ما قلت لكم، جاب 3 وصنع هدف. جاب جولين في تصفيات الدوري الاوروبي المؤهله ليوروبا ليج مع نادي رابيد فيينا، ولعب عمل اداء كويس جدا، يعني كمان لعب في بطولات اوروبيه مع النادي بتاعه. ايضا يمكن هو جاب في حدود يعني لغايه دلوقتي تقريبا لعب 105 مباراه مع الانديه اللي لعب معاها، وجاب فيهم 36 جون، ارقامه كويسه. بص هو في بس حاجة كده، يعني لما اتسأل عنه
اللي هو يعتبر وكيل اعماله او المسوق لنادي رابط فيينا، يعني مش وكيل لا مسوق نادي رابط فيينا او اللي ماسك الانتقالات في نادي رابط فيينا، اتعمل معاه تقرير صحفي وقال، سالوه طبعا انت ليه اللاعب ده بالذات ما بيجيبش اجوان كتيره وليه خليته يتنقل، وهل حادثه الصوره الطائشه هي اللي كانت سبب في نقله؟ حوار الصوره الطائشه ده برضو حاجه، فقال لهم لا. ايه الصوره الطائشه بقى يا سيدي؟ انا عايز ابص، انا بحكي لك حدوته، فايه ما تنامش مني يعني ركز معايا. الصوره الطائشه دي هو اللاعب ليه صديق في نادي ريد بول سالزبورج، عادي زي بقى مثلا في لعيبه في الزمالك ليهم اصدقاء في الاهلي وهكذا، فاللاعب ده اللي في ريد بول سالزبورج اللي هو ادى لاليو بادجي تيشيرت ريد بول سالزبورج، فاليو بادجي طبعا بيلعب في نادي رابط فيينا وهو المنافس يعني القوي لنادي ريد بول سالزبورج، فلبس تيشيرت ريد بول سالزبرج، يعني كأن مثلا ابسطها لك، كأن مثلا اي حد في الاهلي مثلا، مين هات مهاجم شاب يا عم، وليد ازارو خد تيشيرت الزمالك راح لابسه وراح متصور بيه ونزله على الانستجرام، موضوع صعب يعني، موضوع رخم ما ينفعش. والعكس صحيح، لو مثلا حد من الزمالك مصطفى محمد مثلا جاب تيشيرت الاهلي وتصور بيه، الموضوع بيبقى رخم يعني. هو انا ليه قلت وليد ازارو ومصطفى محمد؟ اشمعنى يعني؟ مش عارف والله، دي علامة مارد، ربنا يستر. المهم، ف هو لما نزل صورته على انستجرام طبعا جماهير رابط فيينا قامت عليه ما قعدتش، الناس كانت متضايقه منه جدا وكلهم قعدوا يشتموه على الانستجرام وازاي تعمل كده ومش عارف ايه والكلام ده كله. بدات اداره النادي خضوعا لرغبه الجماهير ان هي تعرض اللاعب للبيع، فاللاعب كده كده كان معروض للبيع، ويمكن كنا عرفنا ان فايلر كان قال لامير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي ان هو عايز احد 3 لاعبين من اللعيبه اللي قالهم له، منهم كان اليو بادجي، وكان عايز بليسنج اليكي، واعتقد علي سوي تقريبا حاجه كده، 3 يكونوا افارقه وبيلعبوا في اوروبا، وقادر ان هو ياخد اليو بادجي. يمكن سعر اليو بادجي في الاول، اليو بادجي كان مبالغ فيه مع النادي، ولكن امير توفيق بيقول ان علشان النادي بتاعه كان عايز يبيعه فقدروا ان هم ينزلوا السعر، وهم كده كده كانوا هيبيعوه نزولا عن رغبه الجماهير، اللي مهما برضو بعد ما اعتذر ليهم اليو بادجي على الانستجرام برضو ما قبلوش الاعتذار. وبرضو لما اتسال اشمعنى المهاجم ده برضو اللي على طول البيع، فقالوا له هل زي ما بعت لكم تاني بقى، فقالوا له هل الصوره الطائشه، طبعا ده لمدير التعاقدات في نادي رابط فيينا، قالوا له هل الصوره الطائشه هي سبب بيعه؟ قال لهم لا، هي حاجه من الحاجات ولكن مش السبب الرئيسي، انا عندي 2 مهاجمين، مهاجم ياباني ومهاجم يوناني، الاثنين بينافسوا بعض، الاثنين مخضرمين، الاثنين بيلعبوا اساسي وحجزوا مكانهم، وقلة اهداف اليو بادجي هي بتكمن في ان اللاعب لسه ما خدش على الفريق، وانه بياخد وقت لما بياخد على الفريق، ولسه ما اندمجش الاندماج الكامل، ولكنه لاعب قوي البنيان، لاعب طويل، لاعب سريع، لاعب مهاري، يجيد اللعب بالرأس، بيعمل كل حاجة في الحتة وفي الحياة. فمبروك على النادي الاهلي الصفقة الثانية، صفقة المهاجم الرجل الاخضر، ويعني نتمنى له التوفيق والنجاح والسداد، وان هو يبقى هداف الدوري كده ويجيب هاتريكات كتيرة. يعني انا بهرج طبعا، يعني نتمنى له التوفيق وخلاص، بس بعيد عننا فاهم كزمالك، ولكن نتمنى طبعا ان هو ربنا يبعد عنه الاصابات ويبعد عن اي لعيب في العالم الاصابات، لان دايما زي ما بقول لكم لاعب كرة القدم دي مهنته وده اكل عيشه، فلما بيتصاب بيبقى الموضوع صعب جدا جدا جدا. حاولت اجيب لكم ملخص سريع عن النجم اللي جاي ده، وان هو خلاص المفروض ان هو هيجي النهارده بالليل وهيمضي وهيكتشفوا عليه يوم الجمعه، والمفروض ينزل تدريبات مع الاهلي وممكن تلاقيه في الماتش الجاي يعني، والمفروض ان هو اتقيد افريقيا. كان معاكم اخوكم عمرو عاطف من قناه صاحب الكوره، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، سلام عليكم.